اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجمنا الكابتن سيد معوض. ما لحقتش توحشني. انا كنت لسه معاك. يوم الخميس تختم يعني بيا، قبل الاجازه بيك بتختم وبعد بيا الاجازه وبتبدا بيا. الحمد لله. نورنا يا كابتن ربنا سيد، ما بنزهقش منك. ربنا يخليك حبيبي. نورنا يا كابتن سيد. طبعا زميلنا الكابتن ايمن محمد محلل الكره العالميه في يلا كوره، وعرفت ان انت محلل اداء فعلا؟ فعلا في نادي بتروجيت. كنت في نادي سيراميكا، طلعت معاهم دوري ممتاز، وكنت مع كابتن ربيع ياسين. وصلنا سيمي فاينال كاس مصر، واحتلينا المركز الثاني في المجموعه، وكنت في وقت من الاوقات من ضمن الناس اللي مترشحه لمنتخب مصر. محلل اداء، بتحلل بقى اداء اللاعبين وال طبعا استراتيجيات تحركاتهم ولياقتهم افكار المدرب والمنافس وكل حاجه. كانت ليا اكتر من تجربه يعني. برضو كان في وقت من الاوقات كنت في الزمالك. وانت مبطل دلوقتي القصه دي؟ لا موجود يعني، موجود لسه متواجد حاليا. مع مين بقى؟ مع نادي المصري للاتصالات. حاليا مع المصري للاتصالات. بالظبط. طب ده نادي غني وفيه فلوس يا عم. ده كل حاجه الا الاتصالات. ده شركات الاتصالات ده بيرعوا الاهلي ب 700 مليون. خد بالك. طبعا لان دي الفلوس الوحيده اللي كاش سيل، مش هتاخد الكارت الا لما تدفع. متهيألي المصرية للاتصالات ما في لا مهويه. لا مفيش لا يا عم، لا ما هو لو يصرف هينافس. لا يعني لا هو احنا ماشيين مركز تاني الحمد لله. بخله؟ مش بخله. لا بس انت حضرتك عارف ان الكوره في الاول. لو بخله عرفنا. لا خالص. الفكره ان انت بتبقى كل حد بيبقى ليه ميزانيه معينه، انت مش بتاخد من فلوس الشركه، انت بيبقى الميزانيه المخصصه للنشاط الرياضي زي اي شركه، زي انبي، زي بتروجيت، زي فانت ليك ميزانيه برضو، ميزانيه محدده يعني. وهي فكره الكوره في مصر او اداره الكوره في مصر، هي محتاجه بس يكون في صبر عندك عشان خاطر تقدر تدي المدير الفني ايا ما يكون، تدي له فرصه كافيه ان هو يطلعك لقدام او يطلعك او يحقق لك الهدف اللي انت عايزه. لان المشكله الاساسيه اللي عندنا اللي بتبقى انك انت بمجرد ما في مدرب بيتعثر ماتش واثنين وثلاثه، هوب يلا امشي وهات تاني، فتفضل في نفس الدائره المفرغه. عموما بالتوفيق. انا خلينا ابدا بحاجه يعني. فوجئت وليد الحديدي وهو احنا بنختم الرساله عبر الزوم من الدوحه، هو بيتكلم عن ملعب 974 اسمه كده. قال لك ان الملعب ده اللي بيتفكك ويتركب يعني، عليه اللي يقول لك تونس هتاخده والاردن هتاخده وموريتانيا هتاخده. وفوجئنا ان في ناس على اكونتات كاتبه ان اليانز الالمانيه حاطه فكره ان هي الاستاد ده تاخده وتديه للنادي الاهلي استاد النادي الاهلي. طب ازاي ما دي مش فكره؟ مش عارف، انا اول مره اسمع يعني. لو كان في الفكره. يا طبعا فكره حلوه يعني. استاد اصله جاي، اصل ده استاد. احنا بنشوف الاستادات عامله ازاي. هي 974 دي خلي بالك، ده عشان المفتاح بتاع قطر يعني. المفتاح لما تيجي تتكلم نمره بتاع انما هي فكره. طبعا كويسه، لان هو حتى من الحاويات اللي بتتفكك دي بقى اللي تاسس منها الاستاد عددهم 974 حاويه. وهو من احلى الملاعب يعني. فعلا من احلى الملاعب. طبعا هتحليها عشان يعني الاهلي، ما انت هتقعد احلى ملعب واشيك ملعب وفي الاخر الاردن هتاخده. لا من غير او تونس من غير الاهلي. انت كان في خناقه في الاعلام التونسي على الموضوع ده. وهي النقطه برضو خلي بالك يعني، الفكره عامه ان يبقى كل نادي له ملعب خاص بيه، دي هتفيده بشكل كبير جدا. هتفيده في حته الدخل. ما تجيش دلوقتي انت كل الانديه الكبيره دلوقتي، اهلي وزمالك، انا اقول اهلي وزمالك مثلا، وهو اصلا ما عندوش ملعب، بيأجر ملعب بيدفع له فلوس طول السنه، بيدفع فلوس اللي عاجبه. بس الاستاد كمان ما بقاش يا كابتن سيد مجرد ملعب تلعب عليه. لا ده هو ده منظومه اقتصاديه وعندك حاجات فيه موجوده تجيب لك دخل كبير انت جدا. انت بزورت استادات في العالم كتير كتير جدا. حلو. مولات ومتاحف، وخد بالك الجمهور بيخش ليوم في الاسبوع زي تورز كده، يخش يدفع 30 يورو 50. برشلونة انت ما بتروح بتقعد تلف وتدخل الاماكن كلها وبتدفع فلوس وانت فاهم. انا ما دخلت السانتياجو دفعت برنابيو لريال مدريد، دفعت فلوس عشان اخش ربع ساعه اعمل تور في الاستاد وانزل الملعب. غير الستور اللي بتبقى موجوده، منه غير المطاعم اللي بتاكل فيها. فكل حاجه مصدر دخل ضخم، فيها فايده كبيره جدا للانديه، مصدر دخل ضخم. بس في الاول والاخر برضو عشان نتكلم بامانه، احنا ناقصنا حاجات كتيره جدا يعني. مش هي دي النقطه اللي هتبقى فاصله مع الانديه. انت لسه قدامك فتره كبيره جدا. انت بتتكلم كمنظومه ككل حاجه يعني. انا بالنسبه لي اهم حاجه في المنظومه هي الكوره نفسها، الكواليتي بتاع الكوره، الكواليتي بتاع اللعيبه. انت بتتفرج النهارده، اضرب لك مثلا،
اتفرج على اي ماتش في كاس العالم، ان شاء الله ماتش وحش جدا، وحاول اتفرج على ماتش في الدوري، شوف كواليتي الصوره عامله ازاي، كواليتي اللعيبه، الريتم نفسه عامل ازاي. بس انت خد بالك، انا مقتنع بحاجه برضو بعد اذنك، انه الكيانات الاقتصاديه دلوقتي بقت كره القدم او مؤسسات كره القدم في العالم عباره عن كيانات اقتصاديه كبيره، فكل ما تكبر يعني ما تلاقي الاهلي بقى كيان اقتصادي ضخم، والزمالك بقى كيان اقتصادي ضخم، والاسماعيلي بقى كيان مثلا يعني، بس مجموعه. ما انا بقصد يعني، لا ما خد بالك في حد لازم يقود يعني، في حد يعمل الفكره، ولازم بقى الانديه غصبا عنها تكرر الفكره، لانه ما حدش هيقاوم. ما هو انت اذا الاهلي عمل منظومه اقتصاديه بقى كده والباقي تحت كده مش هينافس. بس هنتكلم بامانه، الاهلي بقى له فتره عامل كده وماشي في الاتجاه ده، بس ما فيش حد تاني وراه بامانه يعني. بص، ان راضين ام لم نرضى، كله بعيد ان يعني قريبا او بعيدا لازم هيحصل يعني، لازم هيحصل. فانا اقصد اقول انه انت ما تكبر الكيان الاقتصادي ده، فالفلوس دايرة المال اللي بيدور فيها الصناعة دي بقى بتكبر جدا، وبالتالي بتنعكس على الكواليتي اللاعبين، تنعكس على البث الفضائي. انا معاك يعني، ممكن تلاقي شركات جاية خاصة لربط الاندية تختني جدا، لان بقى مواردها اعلى جدا، فتقدر تجيب شركات خاصة كتير يعني، اقصد كده يعني. انا معاك جدا، وكل ده بس انا مش فاكر. ريال مدريد السنة اللي فاتت، يمكن ايمن يبقى عارف اكتر، قفلوا الاستاد بتاعهم طبعا عشان يبنوا مدرجات زياده، عشان دخل لما حسبوه في السنه عدى 100 مليون يورو. قعدوا سنتين، قافلين الاستاد وبيلعبوا على الملعب الفرعي، بيعملوا اكستنشن تاني للجمهور. ارسنال قعد 5-6 سنين فرقته بتتاثر عشان بيبني ملعب يعني انت فاهم يعني، فرقته اصلا ما كانش بيجيب صفقات كبيره عشان بيبني ملعب. فهي في فرق يعني عندها فكر في ناحيه اقتصاديه، وفي نفس الوقت برضو في ناحيه فنيه. ما بيجيبها من الناحيه الفنيه، يجيب ابرز لعيبه العالم بالفلوس، ما يكون لازم تبني الكيان الاقتصادي بجانب بالتوازي. اقصد طبعا هم عشان كمان برضو شركات خاصه ومؤسسات خاصه في اسهم، عندهم حاجات وشخوص مختلفه عننا كتير طبعا يعني. طبعا بس هي خطوه، فدي فكره الاستاد مفكك ده انت مش هتتعب في حاجه هتنقله. لا تقعد تبني. ما انا بقول لوليد هنأجر مركبين يجوا من قطع على مينا السخنه، ونجيب شويه عربيات نقل، توفر كل حاجه سهله. طب وروني يا جماعه كده التويتات دي اللي على موضوع الاستادات، على استاد 974 ده، لانه اكتر من حد في اكتر من حاجه يعني. في مثلا هل يكون من نصيب تونس بعد نهايه المونديال ملعب 974؟ هل يكون انت عندكم يا جماعه طب بسرعه بقى عشان ما عنديش وقت، ملعب 974 القطري هل سيكون، وهتقولي بقى ورا كده عشان اشوف ولا هنا ماشي، هل سيكون من نصيب تونس بعد نهايه المونديال؟ دي تقارير صحفيه بدات تتكلم في الموضوع ده. قناه الاردن بتقول رسميا قطر ستقدم استاد 974 هديه الى تونس بعد انتهاء المونديال. ده قناه الاردن اليوم. وانتوا ممكن تسرعوا شويه معايا ولا صعب؟ اهو سريعا كده. كمان الصفحة الاهلي اليوم بتقول انه شركة اليانز الالمانية بتسعى انها تاخد الاستاد، ستتكفل الشركة حال موافقة الاهلي بفك الملعب ونقله الى القاهرة في المكان الذي سيحدده الاهلي. برضو في برضو اكونتات خاصة على تويتر يعني، الناس بدأت تكتب، وليد سيد بيقول شركة اليانز الألمانية تعرض على الأهلي استاد فك وتركيب زي استاد 974 بتاع قطر، أو شراء الاستاد ذاته من قطر. كمان في تقرير بيقول هل تتنازل قطر عن استاد 974 المونديال للأردن؟ ده في خناقة على الاستاد ده، أكتر من الحقيقة حد عايز ياخد هذا الاستاد. أنا عايز أقول لك يا أستاذ محمد، في الموضوع ده في تونس شفت برنامج تلفزيوني من يومين، كان في خناقه. ليه بقى؟ في الاستوديو ما بين رافض وموافق، ما بين رافض وموافق. في واحد، طب والرافض رافض ليه؟ بيقول لك ان احنا محتاجين، احنا اللي ننشئ، واحنا اللي نعمل، واحنا اللي عايز اقول على حاجه بس عشان برضو الناس ما تقفلش دماغها. قطر دوله صغيره، وهذا الحجم الانشائي اكبر من استيعابها يعني، هي مش لو قعدنا 100 سنه مش هتحتاج هذا الكم من الاستادات والملاعب. صح كده، والفكره نفسها بتاع الاستاد نفسه، هي عاملاه اصلا هي عاملاه كده عشان تديه يعني، لانه هي لا يمكن تهدر مساحات على اراضيها. صحيح.
لان حتى الشعب لما ينمى مساحه ضيقه، لما الشعب يحتاج اماكن ويحتاج بيوت يعني ده طبيعي يعني، فما فيش فيها حاجه يعني. هو اهداء استاد لتونس او لمصر او للسعوديه او لاي مكان، ده مش معناه ان قطر بتتبغدد يا عم، يبقى هديها انت قصاده حاجه تانية يعني، ابعت لهم قصاده حاجه تانية مش قصه يعني. برضه عندنا بعض الحساسيات، انا بتقال لو راح اهدوا انجلترا هتاخده جري اكيد انجلترا لو بعد البرلمان الاوروبي اللي بيعمله ازمات الطاقه دي ما بيعتقوش بيعتقوش طب والتضخم والكلام، لو لقاك بص طن قمح هياخدك ويجري يعني. السؤال اللي احنا بنساله، اشمعنى الموضوع ده بتخانقوا عليه؟ انا سالته والله مش عارف يعني، يعني حد يدينا سبب اشاره، لا مش فاهم في ليه، حد يدينا سبب مقنع المسانده دي والقوه دي. عارف لو بيساندوا الفقر هقول لك ماشي، عارف لو بيساندوا مثلا قله التعليم هقول لك ماشي، بيساندوا مثلا الناس المرضى، بيساندوا الدول الفقيره، الدول الناميه يعني، هنقول حقوق يعني انت فاهم، انما النقطه دي بالذات هو راح ضغط كبير وتجريم جداً. يعني مش مثلا حتى يقول لك حريه وبتاع وخلاص ويسكت يعني، لا وتجريم وقوانين تجرم. يعني هم خلوا الواحد يعني، انا مش من الناس اللي بتكره مثلا فرقه المانيا خالص او لعيبه، بس النهارده مثلا الواحد قاعد بيشجع اسبانيا يعني بكل حاجه يعني بقلبه وعقله. طبعا يعني انت مش عايز اي فرقه. زعلت لما تعادل طبعا جدا، انا الفرق دي كلها يعني الواحد متهيألي نفسيا حتى هيبقى مرتاح ان هم طبعا ضخمه جدا يعني، لعيبه كتير جدا ومنتخبات كتير جدا فقدت يعني بمعنى اصح نقطه المصداقيه، بمعنى ان انت تبقى يعني ما تدخلش في الحاجات دي، انت مالك ومال القصه دي ومال امر رياضه وكوره. يعني ايه اللي دخلنا في القصه دي وايه اللي دخلنا في الموضوع، وهو اصلا موضوع يعني صعب جدا وموضوع غلط جدا وكل الاديان حرمته، انما انت الاصرار بتاعك ده كله انا مش لاقي، الواحد عمال يفكر مش لاقي سبب بصراحة. والسؤال بس انا عايز اسال سؤال، هو احنا عمرنا في كاس عالم شفنا الناس بتعمل كده في الشارع يعني؟ لا طبعا. اشمعنى في خطأ يعني سؤال. لا هو انت يعني بتدور يعني على مشكله، انت يعني عايز يعني حتى لو هو متاح في دول اوروبيه لاستضافه كاس عالم او في امريكا، شفنا ناس في الشارع بتعمل الموضوع ده، ما احنا رحنا بطولات كتير وشفنا احداث كتيره جدا حصلت في جنوب افريقيا ومشاكل كتير جدا في كاس العالم ما كنتش بتسمعنا حاجه، او كانت بتعدي بمعنى اصح، لان الامور عاديه هم عايزينها تعدي، انما انت مشكلتك هم بيدوروا لك على مشكله. ده مجلس الشيوخ الايطالي النهارده كمان اصدر قانون يجرم هذا الفعل يا راجل في ايطاليا. يجرم ايه بقى؟ يجرم فعل الشذوذ في ايطاليا، المثليه الجنسيه. يجرم مش مع، لا يجرم، لا يا راجل في ايطاليا. ايطاليا هنشجع ايطاليا، هنشجع يا رب ايطاليا يا رب ايطاليا ترجع كاس العالم. والله شوفوا لنا يا جماعه الخبر ده، خبر مهم جدا. وفي ولايات في امريكا على فكره بتجرم الموضوع ده، في ولايات في امريكا. عايز اقول لك برضو بمناسبه الموضوع دوت، النهارده منتخب ويلز في التدريبات بتاعته عند الكورنرز حط الشاره ديت عند الكورنرز ونزلوا الصور بتاعتهم على تويتر، فكم الهجوم من المواطنين الاوروبيين على الفكره ديت، بيقول لهم بما معناه يعني في اكتر من تويتر، انتوا رايحين دلوقتي لدوله لازم تحترموا ثقافتها ولازم تحترموا عاداتها، وانتوا رايحين عشان خاطر تلعبوا الكوره، كل الكلام اللي احنا بنقوله ان هو في وسائل الاعلام العربيه، المواطنين هناك بيقولوا، او نسبه كبيره جدا من المواطنين بتقوله هناك، ومستنكرين جدا اصرار الحكومات بين قوسين يعني على محاولة تمرير الأفكار ديت للوطن العربي بشكل أو بآخر أو في الميدل إيست عموما يعني. واخد بالك ويلز أحد الدول السبعة المملكة البريطانية إلى يونايتد كينج ده طبعا، فويلز واخدة أوردر يعني، هم بلعبت الكرة أصلهم يعني، عايز أقول إن جاريث بيل الموضوع ده في دماغه يعني، لا طبعا مستحيل طبعا، ده بيجي لهم أوردر نوير هيكون في دماغه صح ولا لا يعني ما ده اوردر، هي فكره، هي سياسه وابتزاز اقتصادي، عارف صنع ازمات، فانت هتقول له ما اقدرش انا عندي ديني يمنعنا، فيقول له خلاص سهل لي بقى كذا، انت راجل بتحارب حاجه مقابل حاجه يعني. طبعا طبعا، هو بص اهل الابتزاز في الارض الانجليز على راسهم، ثم الالمان لان استعلاء كبير طبعا اكبر ناس مبتزه في العالم. طيب خلونا بقى نروح للمغرب، نبدا بالمغرب. النهارده اعتقد يعني المغرب عامل ماتش كبير واقترب بقوه من التاهل. المغرب بيكمل الاداء الجيد بتاع المباراه الاولى، انت بتلعب فرقتين يعني، فرقه تانية عالم الكاس العالم اللي فات، وفرقه تالت عالم
كاس العالم اللي فات برضو، وبتلعب باداء كبير جدا، وحتى في الغيابات لما بيحصل اصابات خلال المباراه نفسها، معاك مدرب وطني اول مره يمسك منتخب بيلعب 5 ماتشات، 2 رسمي و3 ودي، ما يدخلش فيه ولا جون، مدرب جيد جدا، مدرب كان ماسك فرقه خد الدوري ابطال افريقيا، مدرب عارف يتعامل مع كل المنظومه. انت مشيت المدير الفني الاجنبي عشان 2 3 لعيبه، ال2 3 لعيبه فعلا اظهروا ان هم مؤثرين. النهارده زياش واحد من نجوم المباراه، واحد من احسن اللعيبه، يمكن المباراه الاولى كان بنسبه 60-70%، انما النهارده واحد من المؤثرين جدا في نتيجه الماتش في اداءه خلال ال90 دقيقه. فانا اعتقد لا، حتى اللعيبه اللي انت حاربت عشانها ساعدتك في كده، ساعدتك. انت مشيت مدرب عشان 3 لعيبه، منهم زياش، منهم مزرعوي، منهم حمد الله، فال3 لعيبه دول هم اللي ما كانوش موجودين الفترات اللي فاتت، فانت حاربت عشان يبقوا موجودين، ومشيت المدير الفني استغنيت، فانت خدت ريسك كبير جدا. انما الحمد لله ان الريسك ده نجح. مدير فني وطني، اول ما تجيب مدير فني جديد اهم حاجه تقيمه بيها اداؤه الدفاعي. مدرب 5 ماتشات 3 ودي مع فرقة كبيرة، 2 بيلعب فرقة تاني عالم وتالت عالم ما يدخلش فيه جون، بيأدي الأداء القوي ده، بيحصل إصابة النهاردة زي حكيمي بيخرج، الراجل بيعمل تغيير مؤثر جدا النهاردة، في تغيير عمله أنا واحد من الناس وأنا بتفرج استغربت، بيخرج بوفال وهو من نجوم المباراة خلال ال60-70 دقيقة، واحد من المؤثرين جدا خرجه، انما التغييرات فرقت معاه بشكل كبير. التغييرات هي اللي كسبته النهارده، الاثنين اللي جابوا الجوان هو اللي غيرهم. فده يعني في مدير فني عنده فكر، في مدير فني بياخد الريسك. يعني ده نرجع لورا شهرين ثلاثه، كان تغيير خليل وزيتش صح طبعا. النهارده لازم نقول ان هو صح. يعني النتيجه النهارده بتقول ان هو صح 100%. انت اللعيبه اللي هي ما كانتش بتروح منتخب مؤثره جدا دلوقتي. مدير فني ناجح جدا في التعامل مع الفرق. انت ما سمعتش عن مشكله في كاس العالم قبل كاس العالم او في كاس العالم؟ انت منتخب المغرب في كاس الامم كل شويه تسمع ان في حاجه قبل كاس الامم، قبل القايمه وبعد القايمه وحتى اثناء كاس الامم، صح؟ كنت صح. بتسمع كل يوم ان في حاجه مشكله مع لعيب الفلاني، انما دلوقتي لا. يعني المغرب انا شايف ان هي فرصه كبيره جدا للمغرب للصعود اول مجموعه، المباراه الجايه مباراه مهمه جدا، وبالاداء اللي انت عملته بس مش سهله، مش سهله، بس بالاداء اللي انت عملته الماتشين اللي فاتوا ده، لا عندك الامكانيات، عندك الامكانيات الكبيره جدا، دفع بشكل كويس النهارده. انت عندك ياسين بونو، لو اي منتخب عنده جون من المؤثرين جدا، جون من افضل لعيبه، من افضل الحراس في الدوري الاسباني، وهو السنه اللي فاتت كان واحد منهم، فبيخرج بعد التسخين، فاظن دي صعبه جدا. انما انت عادي اي لعيب بيلعب النهارده، حكيمي اتعور وخرج عادي، اللي نازل الامور شغاله، الفرقه ماشيه بشكل كويس. فلا، منتخب المغرب بامانه يعني انا بشوفه من افضل المنتخبات اللي موجوده خلال الماتشين. وتكمله برضو عشان حاجه بس هنرجع لها لمصر في نقطه، احنا عندنا تجربتين ناجحين جدا، منتخب السعوديه ومنتخب المغرب. منتخب السعوديه ناس فاتحه الاحتراف، جايبه لعيبه كتيره جدا محترفين، وبيلعبوا باللعيبه المحليين، مستواهم ارتفع عشان المحترفين جيدين اللي موجودين في الدوري، بس دي عايزه قدره ماليه احنا مش موجودين فيها. وعندنا المثل الثاني فتح الاحتراف، كل معظم المغرب ده بقى معظم انت بتختار 25 من 60 بس، 2-3 لعيبه من المحليين والباقي كله لعيبه محترفين. مزبوط. فانت لازم تمشي في طريق من الاثنين، اذا مش قادر ده اعمل ده. الطريق الاولاني ده صعب بالنسبه لك، القدره الماليه لكل الانديه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، يجيب لاعبين بكواليتي عالي، صعب الفرق الدوري دي كلها هتلاقي فرقتين ثلاثه اللي بيجيبوا وبيجيبوا غلط. يعني انت فاهم، انما الناحيه الثانيه ان انت تفتح الاحتراف او يبقى عندك كميه لعيبه محترفين، ده اللي هيفرق معاك، ده اللي هيفرق معاك السنين الجايه. انما انت طول ما احنا واقفين في الشكل ده هنفضل بالكواليتي اللي موجوده، هنفضل بادائنا ورتمنا البطيء جدا. اللعيبه بتاع المغرب فرقت في ايه؟ هم لعيبه بيلعبوا في اوروبا كلهم، فرتمهم سريع، بيلعبوا كره عاديه بالنسبه لهم. يعني النهارده معظم اللعيبه التغيير السريع بينقل الهجمه بسرعه، التغييرات اللي بتعملها كلها لا، لعيبه متعوده على رتم الاداء ده، بيلعب قدام بلجيكا، بيلعب قدام كرواتيا، عادي الامور عاديه، يعني مفيش فروق كبيره يعني. طيب ايمن قول لي ايه اللي حصل لبلجيكا؟ يعني تاني العالم ازاي دور؟ تالت العالم لا تاني لغايه قريب، تاني في التصنيف الثالث البطوله. يعني هم يعني ايه ده؟ ازاي ده؟ بص يا استاذ محمد، هو في اكتر من عامل، اول عامل طبعا فكره عامل السن، انك انت حتى الجيل ده السن. يعني الجيل ده كام يعني؟ لا عامل السن، انت متوسط الاعمار عندهم 31 سنه، عندك خصوصا في خط الدفاع انت عندك مشاكل في خط الدفاع، عندك احنا لسه بنتكلم كابتن سيد بيتكلم على الوفره
هي الفكره مش الوفره اللعيبه، هي فكره بفكره اللعيبه المؤثره في اماكن معينه في العمود الفقري. يعني انت بتعتمد مثلا على اكسل فيتسل، اكسل فيتسل دوت اللي هو المحور الاساسي، اكسل فيتسل دوت بيلعب في اتلتيكو مدريد مع دييجو سيميوني بيلعب ليبرو، تمام؟ فانت جايب لاعب بيلعب في مكان غير المكان بتاعه خالص، بتلعب ب 3 4 3 وانت معتمد على ايدن هازارد. ايدن هازارد اللي هو تقريبا مبطل كوره بقاله 3 سنين، يعني مستواه من سيء لاسوء ومش قادر ان هو يموف اون المشكله بتاعت زياده الوزن بتاعه وتكرار اصابته. فانت معتمد في الاول وفي الاخر على كان عندك السنه او يعني كان في البطوله اللي فاتت كان عندك ايدن هازارد، كان عندك كيفن دي بروينا، كان عندك كراسكو، كان عندك لوكاكو كان متالق، فكان عندك مجموعه لعيبه كلهم كانوا متالقين. دلوقتي الكيرف كله نازل، فانت معتمد كله على كيفن دي بروينا، فكيفن دي بروينا لوحده مش هيقدر. لوكاكو برضو عانى بشكل كبير جدا في فكره المشاركه الاساسيه حتى لما رجع ايطاليا. فانت عندك المشكله انحدار للمستوى العام. انت حاول المدير الفني، احنا لو بصينا على الـ على الـ على الابرز النواحي التكتيكيه اللي حاصله في المونديال دلوقتي هتلاقي حاجه مهمه جدا، 3 4 3 بتتوغل بقوه. الناس انا وانا ببحث على الاسباب هتلاقي ان السبب الرئيسي مع طبعا مع تراجع تواجد لاعب مميز في مركز رقم 10، احنا بنتكلم في الكلام ده بقالنا بتاع حوالي 4 أو 5 سنين، انت كمان اللعيبه المميزه في رقم 8 تراجعت بشده على مستوى العالم كله، ما بقاش عندك اللاعب. احنا كمان كان زمان عندنا مثلا، بنتكلم مثلا مش من زمان قوي، بنتكلم من 15 سنه، كنا مثلا الناس اللي بتحب الكره الايطاليه مثلا كان عندها كلارنس سيدورف، عندك كاتوزو، عندك بيرلو، عندك ويسلي سنايدر، عندك لعيبه بتعرف تدافع وتهاجم. حتى في مصر عندنا كابتن احمد حسن بيدافع وبيهاجم، محمد شوقي بيدافع وبيهاجم، حسني عبد ربه بيدافع وبيهاجم، عندك لعيبه عندك سيد معوض لو حطيته في الجبهه لوحده هياخد الجبهه رايح جاي وما عندوش مشكله. وانا حتى يعني انا اختلف مع كابتن سيد معوض في نقطه صغيره، لان انتوا حتى في الدوري المصري لما كنا احنا عندنا الدوري المصري لعبنا ماتشات كويسه قدام البرازيل قدام ايطاليا. المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه طول عمرها بتقدر تعمل اداء كويس من 78 من منتخب تونس في مونديال المكسيك، ومرورا بالجزائر في 82 وفي الكاميرون وفي مصر ومصر في 90. بس انا حاجه مهمه، الخبره الاستمراريه، احنا ينقصنا الاستمراريه. يعني انت ممكن تعمل ماتش حلو بس ما تعرفش تكسب. لا والاستمراريه، يعني السعوديه قدام بولندا مثلا عامله ماتش حلو جدا ما عرفش يكسب. هي المشكله تفاصيل صغيره، بس تفاصيل صغيره بس تكمله للكلام ايمن، هي النقطه برضو ما تقارنش قبل كده بدلوقتي. ليه؟ في فروق في شخصيه اللعيبه جوه الملعب، دي فروق كبيره جدا. في بعض المنتخبات بتعوضها، المغرب بيعوضها بايه؟ بكميه المحترفين. السعوديه بيعوضها بايه؟ اللعيبه دي بقى لها 3 سنين مع مدرب قوي جدا، عودهم على سيستم لعب، على طريقه لعب كويسه جدا، والاجواء جوه الدوري السعودي مساعده. مع كميه المحترفين الموجودين بقى الريتم برضو موجود واسرع بشكل كبير. انا عايز اقول لك مثلا ان صالح الشهري مثلا مهاجم المنتخب السعودي الاساسي ما بيلعبش، ما بيلعبش، وفي لعيبه كتير ما بتلعبش. جون نفسه عويسي ده ما بيلعبش. لويس ما بيلعبش، بس في مدرب مقتنع بيهم. انا معاك، انا مش مختلف في النقطه دي، يعني انت المستوى الاحتراف رفع هو ده بيساعدني في الملعب، فانا اجيبه حتى لو هو ما بيلعبش. بس مش اجيب مثلا 5 6 ما بيلعبوش فانديه، انما في 1 أو 2 أو 3 ممكن انا شايفهم مؤثرين بالنسبه لي ومقتنع بيهم جدا، فانا هيساعدوا الفرقه فلازم اجيبهم. طب انا قبل ما اطلع الفاصل، انت كنت متوقع بلجيكا في كاس العالم بشكله كده بعد ماتشنا معاهم؟ طبعا. يعني طبعا بعد قبل ماتشنا معاهم ما كنتش متوقع؟ لا قبل ماتشنا ما بنوش، ما يعني بقى لهم فتره الامور عاديه، يعني نتائجهم حتى وادائهم عادي. ايوه بس التصنيف ده يعني بيكسب ماتشاته. لا ما تاخدش على التصنيف ده رسمي عشان يبقى تاني العالم. اخر الماتشات اللي كانت بتتعمل في دوري الامم الاوروبيه كانوا موجودين في المجموعه مع ويلز ومع بولندا ومع هولندا، وكانوا مركز ثالث، كانوا مركز ثالث في المجموعه دي مع هولندا وبولندا وبلجيكا. كان في مؤشرات يعني. كان في مؤشرات بس مش بنفس الاداء اللي احنا شفناه. بدايه من ماتشنا لا يعني واضح ان تراجع كبير جدا جدا. وبعدين ماتشنا كان اقرب حاجه للبطوله بالظبط، فهو صعب جدا يعني تلاقي لعيب مثلا قبل البطوله باسبوع 10 ايام في المستوى ده، وهتلاقيه لا يعني كانت حاله غير طبيعيه بالنسبه له. لا هو استمراريه، انت ما شفتش لعيب منتخب بلجيكا خلال الماتشين بامانه يعني. هازارد عندي فاصل، نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم. احنا بالمباريات بتاعت النهارده، احنا في الجوله الثانيه، واخر حاجه في الجوله الثانيه هتبقى بكره خلاص، المجموعتين السابعه والثامنه. في ملامح ظهر متهيألي
ليه بالظبط؟ للتأهل. يعني يعني المنافسه شديده اه، لكن في ملامح. انت يعني يعني المجموعه الاولى لو قلت لك الاكوادور متصدر وهولندا والسنغال وقطر، التلاته عندهم فرص. مفيش واحد لغايه دلوقتي يا كابتن استاذ محمد صعد وتاهل رسمي الا منتخب فرنسا. كل المنتخبات في الست مجموعات عندهم فرص. دي خناقه، ده في خناقه في المجموعات. الماتش الاخير من 12 من 12 منتخب 11 ليهم فرص وواحد خلاص ضمن التاهل. انا عايز اقول الجوله الاخيره كلها في مواعيد واحده. اه طبعا 5 و9. اه هيبقى 5 و9، يعني هيبقى ماتشين الساعه 5 وماتشين الساعه 9. يعني الناس اللي بتتفرج من 12 الدور هتريح الجوله دي اللي هي الاخيره دي. طيب لكن ما نقدرش نقول للتوقعات، يعني كابتن سيد في مجموعه قطر اللي هي اكوادور متصدره هي هولندا والسنغال ثالث بثلاث نقط واكوادور وهولندا 4 نقط. لا ما تقدرش تقول لان هولندا هتلعب قطر. اه يعني بس برضو يعني ممكن قطر تخشها يعني حفظ ماء الوجه، ممكن يبقى حفظ ماء الوجه، بس هو ماتش صعب يعني بامانه. بس برضو هولندا مش من افضل الفرق في البطوله برضو يعني حتى بدايتها لا اداء غير جيد برضو. تحس ان منتخب هولندا عدد النجوم فيه مش زي زمان، الموضوع قل بشكل كبير جدا، حتى كواليتي اللعيبه اللي موجوده مش في اعلى مستوى ليهم. ف لا يعني انا شايف هولندا حتى لو صعدت يعني الطريق هيبقى صعب شويه. عندي احساس ان السنغال موقفه صعب قدام الاكوادور. اه طبعا الاكوادور بتلعب بشكل قوي جدا، طبعا اصابه انر فالنسيا في الماتش الاخير ممكن تكون مأثره شويه، لكن هم عندهم سيستم لعب قوي جدا وواضح جدا قدام منتخب هولندا. تكمل الكابتن لكلام كابتن سيد، منتخب هولندا برضو بيعتمد على 3-4-1-2، يمكن تحرير جاكبو اللي هو نجم ايندهوفن اللي هو جاب الهدف المباراة اللي فات وبرضه في أول هدف قدام السنغال، ده هيدي حرية أو مزيد من الحرية للفريق في الشق الهجومي، طبعا مع تواجد كلاسن اللي هو جاب الهدف الثاني في منتخب السنغال. المنتخب معتمد أكتر على الأطراف، على دومفريس اللي هو نجم انتر ميلان وداني بليند طبعا اللي هو بيلعب دلوقتي في أياكس، هو معتمد أكتر على المجموعة الموجودة في الدوري المحلي لأن ما بقاش فيه جيل واضح. يمكن الاسماء القويه اللي موجوده في المنتخب الهندي هو خط الدفاع، لكن مباراه الاكوادور شايف ان الاكوادور برضو من المنتخبات الغلسه جدا في البطوله، عندها سرعات عاليه جدا وعندها افكار تكتيكيه كويسه جدا محترمه جدا، لما خصوصا لما بيعتمد على الارتكاز من ديز اللي هو رقم 20 في ان هو بينزل ما بين دايما قلبين الدفاع عشان خاطر يحرر الشق الهجومي. فالمباراه ما بين السنغال والاكوادور هتبقى مباراه جديره بالمشاهده، وطبعا هو الاكوادور بيكفيها طبعا التعادل، فانت الماتش فيه خناقه جامده زي ما انت بتقول يا استاذ محمد. الماتش مش هيبقى سهل خالص على السنغال، لان السنغال داخله تكسب. اه طبعا ما عندهاش حل تاني خالص. طيب هنكمل باقي المجموعات، بس خلينا نتكلم في ماتشات بكره. بكره برضه يوم صعب، كاميرون وصربيا. انت عارف الكاميرون كمان بعد خسارته الاولانيه دي موقفه هيبقى صعب. بتتكلم في كوريا وغانا، وغانا برضه بعد الخساره. بتتكلم في البرازيل طبعا وسويسرا، الاثنين ثلاث نقط فمنافسه قويه بينهم، والبرتغال واوروجواي. شايف الماتشات دي ازاي؟ يعني البرازيل هيبقى تاكيد للاداء اللي اتعمل وخصوصا خلال الشوط الثاني، وبرده هيبقى غياب نيمار بقى هيورونا الفرق وجود نيمار وعدم وجوده. بس انا اظن من المباريات الاخيره المنتخب البرازيل يعني هيبقى فايده اكبر. يعني خلال الفتره دي انت عندك احسن لعيبه موجودين في البرازيل، او بمعنى صح هي الفرقه كلها لعيبه كويسه، بس الكواليتي العالي بشكل كبير جدا هم خط الهجوم. انت بتتكلم كل اللعيبه اللي خرجت حتى الماتش اللي فات، لا اللي نزل مكانهم هم افضل، يعني ادوا اداء نفس الريتم نفس الكواليتي ولعيبه كويسه جدا وعندهم حلول كتيره جدا. فانا شايف ان نيمار يعني غيابه ممكن ما يبقاش مؤثر في دوري المجموعات. انت بتلعب فرقتين وفي ظل الوفره يعني اللي موجوده والفرقتين اللي انت هتلعبهم مش بالخطوره الكبيره. سويسرا حتى مكسبها للكاميرون مش مكسب كبير ولا اداء قوي، عادي فرقه ممكن تخسر وتخسر من البرازيل تكسب. طبعا اكيد يعني برتغال واوروجواي ماتش صعب برضه على البرتغال. ماتش صعب جدا لان تدخلات دايما المديرين الفنيين يا اما تبقى بالسلب او بالايجاب. فتدخلات سانتوس الماتش اللي فات كان ممكن تضيع البرتغال في الاخر في اخر المباراه. ده غانا كان ممكن يتعادل. بالظبط بالظبط، برضه زي النهارده بالظبط، برضه تدخلات لويس انريكي لو حضرتك. بس انا ماتش اسبانيا، ماتش اسبانيا يعني احنا بنتكلم زي ما يعني وانا قاعد بتفرج على الماتش لما دخل مراتا قلت خلاص هو عايز عمق هجومي عشان خاطر اسينسيو بيتحرك كتير على الاطراف، فمراتا هيدخل هيجيب جون او هيوفق او هيشكل خطوره، فجاب جون. وهو بيغير تغيير كوكي، انا متخيل ان هو كوكي هيلعب مكان بوسكيتس، لكن هو غيره مكان جافي
جافي دوت اللي هو البول كارير او الراجل اللي بيقدر ينقل الملعب من او من احد الثمانيات القليلين دلوقتي في منتخبات كاس العالم اللي بيعرف ينقل الكوره من الثلث الدفاعي للوسطاني للهجوم. فهو نزل كوكي اللي هو بيلعب ارتكاز حتى في اتلتيكو مدريد دلوقتي، فاصبح الفريق مضغوط بدل ما ينزل لاعب مثلا زي سرابيا اللي هو بيلعب مثلا في باريس سان جيرمان، نزل ويليامز. ويليامز جناح خطوط، الخطه بتاعتك مش معتمده على كده، فتدخلاتك او اختيارك لبعض العناصر انت كنت عايز تريح. حتى بلدي اللي هو نزل مكان جوردي البا، هتلاقي مفيش دقيقه بالظبط والجون بتاع المانيا جه من المنطقه ديت، فانت ما عرفتش تدير الماتش كويس او تدخلاتك كانت سيئه. سانتوس برضو من المدربين اللي مش تدخلاته افضل حاجه، بدليل ان هو كان بيلعب جواو فيليكس اللي هو بعيد جدا ومخلي لياو على الدكه، لكن كمان منتخب اوروجواي ما ظهرش بالقوه الكبيره جدا في اول مباراه قدام كوريا باستثناء تسديده فالفيردي اللي كانت في اخر الماتش. برضو ارتفاع اعمار بعض اللعيبه زي كافاني وسواريز عامل برضو مشكله شويه، عامل مشكله شويه، فالمباراه هتبقى مش سهله، مش صعبه على الاثنين طبعا. تمام، لكن الاقرب البرتغال. لا انا اشوف كوريا. اوروجواي. اوروجواي فعلا؟ انت متفق على لا يعني أقرب. شايفه ماتش ممكن يبقى صعب على البرتغال بس هم اقرب. انت عندك يعني حتى تمام. بالاداء المباراه الاولى ممكن ما يبقاش قوي جدا، بس البرتغال عندهم لعيبه يعني عندهم كواليتي عالي وعندهم معظم ممكن يقدر ينهي الماتش. يقدر، وفي فرق برضو خلي بالك يعني كاس عالم او كاس امم، في فرق بتبدا واحده واحده. يعني في فرق ممكن ما تلاقيش الاداء القوي في اول مباراه. احنا كنا دايما كده، والبرازيل على فكره دايما كده. يعني معظم البطولات اللي بيوصل فيها نهائي وبينافس بشكل قوي بيبدا كده، بيبدا واحده واحده مع استمراريه المباراه الاداء بيعلى. فانا اظن ان البرتغال هيبقى من الفرق دي. انا عايز اقول لك بس انا قلت اوروجواي ليه؟ انا قلت اوروجواي عشان خاطر دي بطوله المفاجآت، فاي حاجه بتبقى متوقعه فانا بقول العكس. طب انت متوقع الكاميرون يعمل حاجه بكره قدام صربيا؟ بأمانة الكاميرون المباراة الأولى ما اديناش أي انطباع على أي حاجة، يعني أداء وحش جدا، يعني ما عملش أي حاجة قدام سويسرا. فأنا شايف إن يعني طبيعي جدا ممكن يتعادل، طبيعي جدا ممكن يخسر، وممكن يعني الأمور عادية. يعني فرقة الكاميرون ما قدمتش حاجة خلال المباراة الأولى يعني. طب الماتش الأخير كوريا وغانا، غانا ممكن ترجع قدام كوريا؟ وارد، وارد جدا، وارد. المنتخبين نفس المستوى، مفيش حال، مفيش جاب كبير جدا ما بينهم، فوارد جدا ان غانا تركب. بس كوريا منتخب رخم يعني، منتخب عنده سرعه ويعني وغانا عندها سرعات، غانا عندها سرعات في التحولات كويسه جدا، وارد، وارد ده يحصل يعني. طيب هرجع بسرعه للمجموعات. انجلترا، ايران، الولايات المتحده، ويلز. بتتكلم في 4 نقاط انجلترا، ايران 3 نقاط. ايران فاجئتنا بفوز بعد خساره ب6. الفوز ده يعني لا، المباراه دي مباراه جيده جدا لايران. عكسي تماما المباراه الاولى. انا اتفاجئت بالاداء والاصرار والسرعات واخر اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه. إيه انت كل كوره بتحارب عليها ووصلت كتير جدا واديت اداء قوي جدا. انا شايف من الامور المميزه جدا المباراه الثانيه لايران وخصوصا الشوط الثاني. بس اتمنى ده ما ياثرش عليهم بدنيا خلال المباراة الأخيرة، لأن أنت بذلت مجهود كبير جدا خلال الشوط الثاني، خلال 45 دقيقة أو حتى بالوقت الإضافي. فأنا أظن إن يعني أتمنى إن دي ما تأثرش عليهم، بس هو ماتش صعب، يعني خناقة بمعنى أصح. دي اللي خناقة فعلا يعني. أتكلم إيران وأمريكا. يعني انجلترا، إيران، أمريكا، ويلز. ماتش صعب، بس أعتقد إيران ممكن تكسب أمريكا. يعني ممكن المباراة دي هي مباراة سياسية. ما انا بقول لك هي خناقة، هي خناقة، هي كل حاجة. انا حاسس ان هم كل كاس العالم بيقعوا مع بعض، بس يعني القرعة ايران وامريكا. ايران وامريكا قبل ما نبدا اي حاجة، كل ما تصعد ايران وامريكا. 98 اعتقد كان كده، ايران كسب في مرة او اتنين. مهدي فيكي. طب انت انجلترا وايران، بترشح انجلترا وايران؟ انجلترا وايران. وانت بترشح انجلترا وايران؟ لا انا شايف ان الولايات المتحده هي الفوز اقوى. لو كسب ايران خلاص بدنيا اقوى كتير جدا. منتخب الايراني هيلاقوا صعوبه جدا في فكره الانتشار، لان احنا شفنا امريكا حتى قدام انجلترا عملت قدامهم ماتش بدني قوي جدا جدا جدا. الولايات المتحده الامريكيه عندها الشق البدني قوي، واعتقد ان التعب الذهني والارهاق والمجهود الكبير اللي بذلته ايران قدام ويلز ممكن ياثر عليها. طب نروح لمجموعه اللي احنا بننتظر الجوله الاخيره بتاعتها، مجموعه السعوديه. بولندا بعد ما كسبت السعوديه قفزت للمركز الاول، ثم الارجنتين
بقت التاني بعد ما كانت الاخير بعد ما كسبت المكسيك. السعوديه تراجعت للمركز الثالث متساويه مع الارجنتين، المكسيك في المركز الاخير بنقطه. السعوديه الحل في ايده يعني او مصيره بايده بمعنى اصح. يعني اكسب تصعد. كسبت خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي، انما اي حسابات تانية لا هتبقى صعبه. يعني لان خلي بالك برضو الارجنتين وبولندا هو ماتش صعب وكل حاجه، بس احنا شفنا الارجنتين المباراه الاخيره برضو حتى وهم مش ادائهم قوي مجرد بس يجيبوا جون بتلاقي حريه في الملعب، بتلاقي لعيبه مختلفه، المستوى بيختلف. يعني قبل جون ميسي مثلا فرقه الارجنتين وانت بتتفرج هي ما تكسبش حد، انما بعد الجول لا كميه فرص وخلاص الاداء، تحس ان اللعيبه تحس ان اللعيبه اتحرروا اصلا. يعني كان في ضغط كبير جدا قبل الجول الاول، بعد الجول الاول لا فرقه كبيره فعلا، انما قبل الجول انت فرقه بدون حلول، كل اللعيبه باصات سيئه، كل كرات مقطوعه، ما فيش اي اختراقات، ما فيش اي حلول، ما فيش اي لعيب بيروح حتى واحد ضد واحد وبيعدي، الالتحامات كلها هم فاقدنا، هي اكنها خناقه. فانا اظن يعني الارجنتين لو بالاداء اللي هو اخر تلت ساعه ده لا هيكسب بولندا. يبقى انت بترشح انا اتمنى السعوديه يكون واحد من الاثنين، يعني دي الامنيه اللي الواحد بيتمناها. نخليها امنيه مش ترشيح. يعني ارجنتين وسعوديه. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله الارجنتين والسعوديه. ارجنتين وسعوديه. بس السعوديه بس عندها مشكله ان في عندها كمان محمد البريك اللي هو الظهير الايمن الثاني بقى بعد اصابه ياسر الشهراني، برضو عنده اصابه عضليه في الساق، فربنا يعني يوفق بقى هيرفي رينارد ونشوف ممكن يلعب مين في الماتش دوت. ممكن يلعب بقى بسلطان الغانم، ممكن اعتقد ممكن يلعب بسلطان الغانم في المكان دوت، لان طبعا عنده كمان عبد الاله المالكي الانذار ثالث، وعنده الشهراني وعنده سلمان الفرج. اتمنى انه كمان انه يلعب بنواف العبد من بدايه المباراه، لان نواف العبد هو اللي يقدر برضو يكمل او يعمل عمليه النقل الملعب بدل مع محمد كنو في وسط الملعب، عشان خاطر تلاقي زياده عدديه كويسه ومناسبه للمنتخب السعودي، لان المنتخب المكسيكي منتخب سريع جدا جدا جدا. طيب المجموعه الرابعه فرنسا تاهل خلاص، استراليا الدنمارك تونس. طبعا يعني تونس اتعادل مع الدنمارك وفاجئنا بخساره من استراليا. وعنده يعني ماتش صعب مع فرنسا. ماتش يعني فاجئنا بتاع استراليا ده بصراحه. والماتش الثالث لا هو اداء كان وحش بالنسبه لتونس جدا. فاجئنا يعني من اداء يعني قدام الدنمارك كان قوي جدا، ده احنا اتفاجئنا قدام الدنمارك. يعني كنت متخيل تونس اقل من كده. يعني فوجئنا بتونس مستواها حلو قوي. يعني هو المفترض ان بعد ما تعمل مباراه اولى ومباراه جيده ان انت تزيد. تزيد وانت يعني الاحسن تكسب استراليا ولا هتنافس ولا تبقى محتاج ماتش فرنسا؟ متهيألي استراليا. انما انت بالاداء تكمله برضو الكلام وليد في نقطه مهمه، ان هو مدير فني ممكن يعمل لك تغييرات تضيف للفرقه، وممكن مدير فني يعمل تغييرات تاخد الفرقه وتنزل. ده اللي حصل مع تونس. معظم التغييرات اللي بيعملها تاخد الفرقه وتنزل. يعني المباراه دي كانت صعبه جدا، يعني هو من اسباب خساره الفرقه. حتى اي حد بينزل المباراه هو ما بيساعدش، انت كل وتغييراتك كلها تعتمد على اللعيبه. يعني انت معتمد اعتماد كلي على المساكني. المساكني مش في افضل حالاته بامانه، يعني خلال حتى المباراتين مش في افضل حالاته. تغييراتك كلها انت نعيم السليتي برضو بينزل بس ما بيديلكش الاضافه. هو طبعا ما فيش مستحيل في الكوره، هو مفيش مستحيل بس ماتش صعب عشان ما فرنسا نتكلم. فرقه كمان كبيره جدا. هو مفيش مستحيل في الكوره بس في حاجات في معطيات. يعني اداء خلال الماتشين يعني فرنسا فريق ضخم كبير جدا. يعني احنا جداً بنقول السعوديه ليه وتونس متراجع جدا. لان احنا بنقول السعوديه ليه، هو ادالك ايحاء باول ماتشين، انت انطباع ان ممكن يعمل حاجه، ان هو ممكن. انما تونس ما ادالكش الانطباع ده. تمام. فرنسا مع مين بقى؟ استراليا والدنمارك. الدنمارك يكسب متهيألي، هو اقرب الدنمارك طبعا. انت متفق؟ تمام. طيب المجموعه الخامسه طبعا ولعت النهارده بعد طبعاً تعادل اسبانيا مع المانيا وخساره اليابان من كوستاريكا. كوستاريكا يعني كنت هقول اسبانيا متقدمه لك دلوقتي، لا انت ممكن تتفاجئ ان اسبانيا يخسر الماتش الاخير. وارد بس يعني احنا بنتكلم المستوى، يعني احنا بنتكلم على مستوى اسبانيا والبرازيل تحديدا عندهم فرنسا. وفرنسا طبعا، بس انا بتكلم على اسبانيا لان يعني فرنسا حتى قدام الدنمارك برضو عانت شويه، لكن اسبانيا النهارده رغم حتى التعادل رغم الكلام اللي لسه قايلينه على لويس انريكي، لكن هي كانت مسيطره، هي المتحكمه في الماتش. فما اعتقدش انها تلاقي صعوبه في انها تتخطي اليابان. والمانيا برضو ما اعتقدش انها تلاقي صعوبه انها تتخطى يعني اسبانيا والمانيا. اسبانيا والمانيا خساره.
للاسف ما اليابان ضيعتها كانت هتبقى فرصه حلوه جدا. يعني المجموعه دي هتلعب المجموعه بتاع المغرب. تخيل انت اليابان مثلا كان صعد تاني والمغرب اول. فكان هيبقى عندك تصدر 8 كنت هتعدي في اوقات كده ممكن الظروف تخدمك صح. يعني طب المجموعه السادسه كرواتيا المغرب بلجيكا كندا شايفها ازاي بقى؟ لا المغرب النهارده يعني ادى رساله قويه ان هو عنده كندا يعني يقدر يكسب ان شاء الله. يبقى اول مجموعه ان شاء الله يعني بمكسبه يكسب يبقى اول وكرواتيا مع بلجيكا يكسب بشرط نتيجه كرواتيا وبلجيكا يبقى تعادل مثلا لو كرواتيا كسب يبقى اول هو بلجيكا هو ما يعني انا من وجهه نظري المغرب وصلت يعني أمين. المغرب خلاص وصلت ان شاء الله باذن الله واعتقد كرواتيا تكسب بلجيكا حتى لو الاداء اللي احنا شايفينه لبلجيكا بس حتى المنتخبات الكبيره برضو في اخر مباراه حتى هيبقى فيه يبقى فيه شويه يعني اعتقد بلجيكا مش هيخسر بسهوله يعني ان انت برضو تخرج من بلجيكا كان اسوء برضو كابتن سيد قدام كندا وقدام المغرب يعني ما اعتقدش انها تستفيق قدام كرواتيا ده استمرار من ماتش مصر يعني من ماتش مصر يعني هي الكيرف بتاعها بس دي مباراه الخروج يعني مباراه الخروج دي برضو يعني بيبقى فيها شويه بالك مع الوضع يعني ممكن يخلص تعادل يعني ممكن يخلص تعادل انا شايفه ان هي ممكن في الاعتبار حاجه ان الكروات مش هيفرطوا في الماتش برضو بس انا شايف ان هي اقرب للتعادل يعني مش مباراه سهله كرواتيا برضو عارف انه ممكن يخسر من بلجيكا يخرج المغرب يكسب كندا وتبص لا كرواتيا اللي هي ضامنه دي خرجت لو خسر من بلجيك فبلجيكا 3 نقط لو كسب يبقى 6 وبرضه هتفكر فيها في ناحيه تانية ناحيه الترتيب الترتيب مهم بالنسبه لك هتلعب مين طبعا عشان هيقابل التاني طبعا طيب انا عندي بعض الاخبار بقى هنخش بقى في الكره المحليه الجميله بتاعتنا ايه رايك خش في الخناقات يعني تعالى هو انا بقول المحليه يبقى خناقه ما هي هو احنا بنعمل حاجه غير كده والله ما عشان ما طب عندي بعض الاخبار وبعدين اناقش الكباتن فيها في عرض رسمي جاي لقفشه جاي له عرض من اسكتلندا الوكيل كلم كابتن سيد عبد الحفيظ وكيله بالاول بيشوف الموضوع يعني بيشوف ايه امكانيه انه ممكن يعمل ده عشان يبعته عرض رسمي يعني كابتن سيد قال له احنا ما بنتكلمش الا لو في عرض رسمي من سلتك الاسكتلندي قالوا له في عرض رسمي لكن المصادر بتقول انه صعب الاهلي يسيب حد في يناير يعني المساله دي صعبه انت عندك قناعه انه ممكن قفشه يجي له عرض من اسكتلندا لا هو انا ما عنديش قناعه في نقطه واحده بس يعني ايه وكيل بيستطلع راي النادي قبل على فكره عادي ما ممكن النادي يبعت عرض يعني لا ما هو ممكن يبقى النادي يعني ايه يستطلع عرض وعارف ان النادي الثاني يعني ايه برضه يعني ما فيش حاجه لا يعني الاهلي لو عايز يشتري لعيب زي مارسينيو اللي هو توقفت ولا اسمه سيفينيو ولا اسمه مارسينيو كان اسمه ايه مارسينيو ده اكيد استطلع راي النادي قبل ما يبعت العرض فالنادي قال اوكي مستعدين نسيب فلما بعت العرض واختلفوا على الفلوس انا ببعت العرض انا عايز اتفاوض استاذ محمد بس عايز اتفاوض على سيد انما مش هبعت وكيل شوف لنا هيسيبه ولا طب دي تفصيله ماشي لكن انت متخيل الاهلي ممكن يسيب حد قفشه يعتبر من القوام الاساسي للنادي الاهلي طبعا مع سافيو في المنطقه دي وهو مع الراجل الفتره الاخيره هو بيلعب النهارده يعني موجود يعني بشكل اساسي فانا اظن ان انت صعب على الاقل في يناير يعني انا ما اظنش يعني كولر هيسيب لعيب الا لما يعوضه بحد تاني وهو برده في الاول والاخر زي ما قلت لك انا اعتقد موضوع العرض ده مفيش وكيل بيكلم نادي يقول له ايه الاخبار لو في عرض وقفشه كده الاهلي داخل على دوري مجموعات في افريقيا وبتاع فالمساله دي مساله صعبه جدا ماشي انا ابقى معاك ايمن اشرف مدافع النادي الاهلي بيجهز والدكتور احمد ابو عبله بيحقن بحاجه اسمها البلازما دي بتسرع شويه في الشفاء البلازما دي اتحقنتها قبل كده دي ايه بقى الحقنه دي يعني دي تبقى متاخده حاجه من الدم وبعد كده بتدخل جوه جهاز وبعد كده انت بتاخد حقنه في مكان الاصابه دي بتسرع في الالتئام مثلا او حاجه عشان هي بتبقى متاخده من الدم بتاعك اوكي محمد محمود عامل قصه في الاهلي يعني هو طبعا ما كانش عايز يمشي وبعدين قعد فهو خرج من حسابات كولر فجاله عرضين من الاتحاد السكندري وسموحه طريقه محمد محمود تمشي مع مين طريقه ادائه هو احنا ما عندناش سيستم اصلا يعني في الكره المصريه عشان خاطر تقول تمشي مع مين بس انت قال يظهر اكتر في الاتحاد السكندري ولا في سموحه الاتحاد السكندري هو انت هو محمد محمود محتاج نادي يلعب فيه باستمرار امكانيات محمد محمود الفرديه كويسه يروح سموحه هو محتاج يلعب باستمرار هي بس النقطه حتى سكندري برضه عنده قوام دلوقتي وعنده تشكيل اساسي واعتقد انا شايف من الحاجات اللي محتاجها
مش نادي بس، مدير فني يكون مقتنع بيه وطريقه لعبه وتخدمه. ما هو جاي له عرض من الاثنين يعني، يبقى الاثنين مقتنعين بيه. يعني طيب محمود شبانه الزمالك كان بيفكر انه يرجعه في يناير. انت متابع اداء محمود شبانه؟ انا عارفه من السنه اللي فاتت كمان، مدافع كويس جدا 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 يعني، يفيد الزمالك لو رجع. طبعا والله. اي حد اللي بيعار يعني الزمالك برضه ليه يعني الزمالك مثلا جاب الزناري واعاره هو بتاعه، اي حد ايه الفكره يعني ايه الفكره؟ اي حد يا استاذ محمد، هو عار شبانه عشان خاطر كان موقوف من القيد ده الاول. ما هو الاول وبعدين رجع له اتمرن الصيف ده. لا هو رجع الصيف ده الصيف ده رجع غير تاني لسموح عشان خاطر هو بقى كان عنده ممكن بقى يكون شاف على لعيب تاني افضل، ممكن تكون قناعات جهاز الله اعلم، تبقى في حاجات تانية. بس انت شايفه لعيب كويس؟ انا شايفه لعيب كويس جدا. ايه اكتر حاجه تميزه؟ لا بيعرف يطلع بالكره من ورا كويس جدا، لعيب كويس جدا، وكمان هيفيد في ثلاثه، في طريقه ثلاثه يعني. انا عايز اقول لك ان اي مدافع في الزمالك دلوقتي طريقه فيريرا دي وبيلعب ثلاثه دلوقتي هيتالق يعني. حمزه المسوسي كان نقطه ضعف في الزمالك لما لعب مساك متالق. طيب الزمالك كان طلب احمد ياسين مدافع البنك الاهلي، والزمالك عايز مدافع عشان الونشو والكلام ده في الاصابه، فالبنك الاهلي رفض. هل ان لما نادي زي الاهلي او الزمالك يطلب لعيب، هل البنك الاهلي مثلا طموحه يخليه انه يمنع؟ احنا لاحظنا برضو البنك الاهلي السنه دي ما فرطش في لعيبته بسهوله. على حسب انت عايز ايه. عايز تنافس على الدوري، تلعب بطوله افريقيه كونفدراليه، او تشارك في اي بطوله، فانت برضو بتحافظ على لعيبتك. فانا اظن ان يعني امر طبيعي. ومن الاول للاخر كده، طالما معاك فلوس ايه اللي هيخليك تبيع يعني؟ ايه اللي هيخليك تستغنى عن البنك الاهلي؟ الودائع كلها في حاجه كمان يا استاذ محمد مهم جدا في اوضه اللبس. لو انت سمحت اللاعب انه يمشي، هتلاقي كل اللعيبه تقول لك انا جالي عرض ماشيني، عايز امشي. فهو بيمنع القصه من اولها، خلص عقدك وامشي، خصوصا عنده لعيبه كويسه كتير. بالظبط. فيبقى الانديه الكبيره عايزاه. بالظبط. اخر حاجه عندنا، في كلام ان هم عايزين الناس في الزمالك بتطالب العفو عن سامسون، ان هو كمهاجم، لانه اوباما ما قدرش يظهر امبارح في مباراه المصري بشكل كمهاجم نادي الزمالك. العفو عن عقوبه يعني؟ لانه كان متاخر في الحضور فتعاقب. انا اظن الجزيري مع في كاس العالم طبعا. الامر ده مع فيريرا هيبقى هو المنوط بيه. والنقطه في الاول والاخر هي غرامه ماديه، لان هو او غرامه ماليه، لان ده لعيب محترف يعني، غير المصريين برضه يعني. يعني الفلوس هيكون ليها تاثير اكبر عليه بمعنى اصح. طب انا هختم بخبر صادم، بيقول لك انباء عن اقاله الكابتن ايهاب جلال اذا خسر من الزمالك في الدوري. الراجل لحية يعني، الراجل بيبني فرقه لسه، فاتش ثلاث ماتشات في الدوري وخسر في الكاس من الزمالك. ما خسرش يعني من نادي صغير، الزمالك نادي كبير بطل الكاس يعني. بس برضو في الاول والاخر انت كمجلس اداره بيبقى عندك اهداف وتطلعات، وبتبقى قايل للمدير الفني احنا ما نعرفش الكواليس، بس انت بتبقى حاطط الاهداف دي، الاهداف دي ما اتحققتش، بيبقى عندك نقطه ان انت تغير. بس هي السرعه دي هي اللي يعني اللي كنا بنتكلم عنها، فكره ان انت لازم تدي المدير الفني فرصه. صح. انت فريق جاي لازم تبنيه للموسم ده، عندك مشاكل او عندك حاجه، يبقى انت وبعدين انت باني فرقه وجاب لعيبه كتير، ويعني لسه الانسجام والاستقرار موضوع مش سهل يعني. كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك ونشوفك دايما على خير، ربنا يخليك اخر الاسبوع بقى ان شاء الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. ايمن محمد محلل الكره العالميه، انا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا شرفتنا ونورتنا، ونلتقي قريب ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.